عودي معكم للمتابعة. طبعا أنا بتمنى تكونوا بعدكم معنا لغاية الساعة 1 مستمرين. عنا آخر وقفة رح تكون كمان مع شيف طارق، ولكن قبل مثل ما بتعرفوا في عنا السوشيال ميديا. السوشيال ميديا فقرة جديدة مع علي، تقريبا إلى شهر ونص بطلت جديدة. كل أسبوع بعرفنا عن أمور جديدة، واليوم تدوين على الإنترنت واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي موضوعه، ومعه ضيفي. مستغني عني علي، بلشت تعمل حركات. ليك رح حطك بخانة عامر بأينو. أينو ضليتني أعمل فيه قصص هشلته. يعني اليوم مثلا ما كان في عنا أينو، بقى انتبع على حالك علي. أوكي، سوشيال ميديا مع علي وموضوع جديد. ميشيل، ما انا حجي، هاي حجي تبين اكثر على برنامجي. مش عارف اسمي كمان، بعرفك عن نفسي جوزيف حوي علي. جوزيف، انا يعني انت قدامي، انا يعني العالم حتبطل تتطلع فيي، سو بدنا نزيحك مره. يعني فيك البركه يا خيي. اليوم معي ضيفي ايا دياب. كيفك ايا؟ جود، انت كيف؟ تمام، ماشي الحال. ايا، على السريع، انت خبيره تسويق رقمي، ديجيتال ماركتينج، بس كمان في عندك باشن، في عندك شغف هو الفاشن، الموضه، وحولتي هذا الشغف لتستعمليه على السوشيال ميديا وتعملي منه كارير او حياه مهنيه لإلك. فحنحكي اليوم عن هذا الموضوع. هي اكثر انه الواحد بيسوق حاله على السوشيال ميديا، فبنستعمل خبرتنا والباشن تبعنا لحتى نوصل بالسوشيال ميديا متى ما نحن بدنا نوصل. هلا كيف بلشت انت؟ يعني في كثير ناس دائما عندها الشغف بموضوع معين، ان كان بتحب الموضه، ان كان بتحب تطبخ، ان كان بتحب عندها هوايه معينه او بتعرف بموضوع معين، بس ما بيخطر ببالها انه نحن بنقدر نستفيد من السوشيال ميديا تنصير اذا بدك مرجع او تنشارك هاي المعلومات مع باقي العالم. انت كيف بلشت لحتى حولتي هيدا الشغف لحياه او لكارير على السوشيال ميديا؟ يلي صار هو انه انا كان بدي حدا يكون مرجع لإلي بالفاشن وبالميك اب، وما قدرت لاقي حدا، فاضطريت انه انا اعمل شيء لإلي. بلشت ساعد البنات واعمل لهم شير لميك اب توتوريالز ليتعلموا كيف يحطوا ميك اب على الموضه، بكتب ارتكلز مقالات عن الموضه وكيف يتابعوها، وصارت العالم تعمل لي فولو لانه هن كانوا بحاجه انه مثلهم بحاجه لحتى يعملوا يتابعوا حدا يتعلموا منه. هلا انا ما بقول عن حالي ذا بيست اوف ذا بيست، بس انه اكيد كلنا بنساعد بعض، انه نحن البنات اتس اي كوميونتي ولازم نساعد بعض. هلا في كثير ناس بتفكر انه مثلا انه مين انا لحتى لي اعلم الناس، او في ناس يمكن ما عندها ثقه بانه هي بتقدر تكون مصدر للنصايح. كيف تخطيتي هيدا الشيء؟ يعني انت منك دارسه الموضه، منك دارسه التجميل، كيف تخطيتي وتشجعتي انه انت مع انه ما عندك هيدي الخبره تحديدا انه تشاركي ارائك مع العالم؟ صراحة أنا بالأول كنت مخبية حالي، ما كنت فرجة حالي لأنه ما كان عندي هيدي الثقة، وهيدي الثقة مش لحالها فجأة بتطلع، يو بيلدت مع الوقت بتبنيها. سو مع الوقت صرت العالم لما تفرجي حالك لما تفرجي حالك، وقتها فرجيت حالي أكيد كثير غلطت، بعدين تعلمت من أغلاطي وصرت لهلا أنا لمرحلة في أقول عن حالي إنه مرتاحة باللي عم فرجيه للعالم. كلنا حنغلط وكلنا حنفرجي شيء نحن ما كنا نفرجيه، ويمكن ما نكون مبسوطين من حالنا، بس practice makes perfect، بنضلنا نتمرن لحتى نوصل للمستوى اللي نحن بدنا اياه. هلا بس الواحد قرر انه هو بده يحول هيدي الشغف او هيدي الهوايه لكارير او لمهنه على السوشيال ميديا تنعتبر، كيف بلشتي؟ يعني في عندنا فيسبوك، في عندنا انستغرام، في عندنا تويتر، في عندنا كثير وسائل، كيف الواحد بيقرر وين بده يبلش؟ انت شخصيا كيف بلشتي؟ هلا انا شخصيا بلشت على السوشيال ميديا، كنت اشتغل مع توني ورد بالسوشيال ميديا، وكان عندي فيسبوك بيج بال 2012 عن الفاشن، وقتها ما كان فيسبوك عامل اصلا دعايات بال 2012، فكنا نحن البيجز الكبار، الصفحات الكبيره على الفيسبوك، نعمل شير لبعض فنستغل الفولورز تبع بعض، فاللي عندي يشوفوك يعملوا لك فولو من عندي، عرفت كيف؟ هيك بلشت القصه. بعدين انه هلا صار في ادز، صار في بيقدروا يساعدوا حالهم. المصاري وان ابني كارير من ورا الفاشن ما كان براسي، لانه اصلا ما كانت هيدي الفكره موجوده، هلا هي عن جد صارت. انا 2012 سوشيال ميديا، بس وقتها كبروا ماي بيجز وهيك صار عندي تاثير على العالم،
صاروا البراندات يشوفوني انه انا بقدر سوق لهم البرودكت تبعهم. اكيد لازم الواحد يوثق بالبرودكت قبل ما يسوقه ويجربه، وهذا كثير شيء يساعد انه يصير كارير. بس ما دائما بتكون كارير، امرار بتكون امرار بيدفعوا لك، امرار بيعطوك كادويات وهذا شيء كثير حلو، وامرار ما يمكن انت بتعملها من القلب. مثل امبارح في جمعيه سند، انا اي واز سبورتنج جمعيه سند، لانه هي بتساعد العالم المحتاجين اللي بدهم رعايه طبيه، فهيدا بتجي من القلب، ما بده حدا يدفع لك. وكيف يعني هلا في كثير ناس عم تسال انه انا كيف في انه كثير حلو انه انا بيدفعوا لي لحتى لي انه البس الثياب اللي هن بيعملوها وانبسط، يعني كيف بتوصلي؟ اكيد يعني كثير مهم انه الواحد يكون عنده فولورز وناس عم تتابعه لحتى لي هول البراندز يصيروا مستعدين انه هن يدفعوا لي، فخبرينا كيف جمعتي هول الاشخاص، كيف الفولورز الفانز الجمهور يلي عم يتابعك من الصفر؟ يعني انت ما بلشتي على التلفزيون، على التلفزيون اوريدي في ناس عم تحضر بتشوف شو عم تعملي، على السوشيال ميديا بدك تبلشي من الصفر وتجذبي العالم لعندك قبل ما توصلي لمرحله انه البراندز تدفع لك لتحكي عنها. كيف هاي الرحله على السريع؟ اوكي على السريع حجرب على السريع، بس انه بدك تكون على طبيعتك، بدك تفرجي شخصيتك ودونت فيك ات، يعني ما تعمل حالك شخص منك انت هو. ما تفرجي براندز ما فيك تدفع حقها اذا انت ما فيك تدفع حقها بس حتى تقول انك انت فاشن، هذا مش فاشن. في شيء اسمه ستايل بدك تتابعه، بدك تحط صور حلوه، بدك تعرف العالم شو بهمها لحتى انت تحكي عنهم. امرار بدك دونت بوست، ولا ما تحط شيء نيجاتيف او شيء يائس، بالعكس شجع العالم وكون انت قدوه لحالك قبل ما تكون قدوه للعالم لحتى العالم يشوفوك يطلعوا فيك ويلحقوا اللي انت عم تعمله. ما تحط شيء غلط على السوشيال ميديا. طب في كثير ناس بيسمعوا انه نحن فينا نشتري فولورز على الانستغرام على التويتر على وين ما كان، انت اتبعتي هيدي الوسيله انه نحن ندفع لنجيب فولورز؟ هيدي الفكرة كتير حلوة، كنت وصلت لل 100,000 فولور، بس لا الفولورز وقتها تشتريهم فيس انستغرام بعد فترة بيعرف وبيعمل لك دي اكتيفيت الاكونت. يمكن في صار هلا طرق ما بيعرف، بس مانا مستاهلة هالمجازفة لأنه قدام العالم حتطلع صورتك إنك أنت شخص فيك. طب ما إذا أنت عندك الشخصية والستايل وكل شيء اللي أنت بتحب تبينه للعالم وهن عاجبهم، لشو بدك تشتري فولورز إذا هن عم يجوا لحالهم؟ خرج نعمل فقرة مرة عن هيدي الفكرة إنه كيف نجيب الفولورز وكيف كيف بدنا نشتريهم. فيك تستغل طرق معينة، هاشتاجز، يمكن في بيجز للفاشن يحبوا ستايلك يعملوا لك ريبوست، هولي كمان لحالهم بيساعدوك. ومع الوقت دائما بيطلع وسائل جديده، يعني كنا فيسبوك صار في انستغرام، كيف بتنتقلي من وحده للثانيه؟ هلا المفروض انه نحن دائما نلحقهم ونقدر نستغلهم، بس امرار ما تبيع حالك اكثر من اللازم، في اشياء ما في داعي تكون موجود عليها بس انك تكون موجود، احتفظ باسمك على السوشيال ميديا، انا كل السوشيال ميديا حاجزه اسمي ايا دياب دبل بي بس لحتى ان كيس تويتر رجع علي بكون انا الاكونت تبعي موجود. سو تويتر ما كثير مثلا بستعمله لانه تويتر اكثر للصوتس لهيك، بفضل انه انا فرجي العالم صور وموضه وهيك لانه فاشن بالنهايه، فبستعمل انستغرام كثير، هذا تركيز عليه. سو انستغرام، تويتر، فيسبوك، سناب شات، ايا دياب او فاشينيستا توكس، وعندك بلوج كمان fashionistatalks.com. سو اي حدا بده يتابع ايا دياب بيقدر يلاقيكي على هول المواقع. تب سريعه كثير لليوم اللي عم يصور بالكاميرا، بتعرف دائما بتفول الميموري على السريع، نزلوا الريزولوشن لانه ما بدكم الريزولوشن كثير عاليه تتصوروا وتحطوا على الفيسبوك، او نزلوا سناب شات او سناب شات، نزلوا ريزولوشن ماكسيموم 6 ميجا بكسلز، ما بدكم اكثر اذا صوركم بس عم تنزل على الفيسبوك، وهيك رح تكتشفوا انه ما عم يفول التليفون من الصور. خلص معقول خلص ولا اعرف شو بصر علي. ثانك يو جمعة الجاي على الرد حلقة جديدة، ايه رح اكون معك ضيفة بس لا اعرف إنه لا انت ضيفة حلقة جديدة. ايا ثانك يو كمان، يعطيك الف عافية. ثانك يو علي، بنشوفك على الرد بالسوشيال ميديا نكست ساتردي. لكن المشاهدين بريك جدا قصير وبعدها بنعود معكم باخر فقراتنا لليوم، ورح نمرق عند الشيف طارق نشوف وين صار.